أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار حضرموت، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس جامعة حضرموت يتفقد سير اختبارات المفاضلة بكلية الآداب. اختتام اختبارات الشهادة الثانوية بنجاح ونسبة إنجاز عالية في تصحيح دفاتر الإجابات. لقاء موسع بالمكلا لمناقشة الهيكل التنظيمي لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. اختتام ورشة عمل لتحديد الاحتياجات الأولوية لمديرية الجيزة الشرقية. فعاليات مختلفة تشهدها مدينة شحير احتفاء بمهرجان البلدة السياحي. تفقد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، يرافقه عميد كلية الآداب الدكتور محمد بارشيد ومساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب سعيد محفوظ بطرفي، تفقدوا سير اختبارات المفاضلة للمنافسة على القبول بكلية الآداب للعام الجامعي القادم 2017-2018 للميلاد. وطاف رئيس الجامعة ومرافقوه بقاعات الاختبارات مطلعا على سير العملية الامتحانية ومتمنيا للطلاب التوفيق في ضمان الحصول على المقاعد الدراسية بالكلية التي يجلس لأداء الاختبارات فيها 801 طالبا وطالبة موزعين على 7 تخصصات هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والصحافة والإعلام والدراسات الإسلامية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع. اختتمت اليوم الأربعاء في جميع المراكز الاختبارية بمديريات حضرموت الساحل الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 للميلاد. ونجحت الكوادر التربوية والتعليمية في حضرموت الساحل في وضع وإعداد وطباعة أسئلة اختبارات 7 محافظات في المطبعة السرية المركزية بالمكلا وتصحيحها في كنترول التصحيح الثانوي بالمحافظة. وأشاد نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات للمحافظة الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون بالجهود التي بذلت من قبل كوادر القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات ومساندة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تأمين المراكز الاختبارية. وأكد عبدون على إنجاز الكثير من المهام التصحيحية للمواد الدراسية للمحافظات الشرقية ومحافظتي مأرب والجوف. عقد بالإدارة العامة لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اللقاء الموسع لأعضاء الفريق الصحي بالمحافظة لمناقشة الهيكل التنظيمي لمكتب الصحة العامة والسكان والدوائر والأقسام المكونة له وتحديد الوصف الوظيفي لكل قسم ودائرة. وفي اللقاء أكد المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري على أهمية إقرار الهيكل التنظيمي لمكتب الصحة بالمحافظة لما لذلك من أهمية في اتخاذ القرارات والتكليفات للمعنيين من رؤساء الأقسام والدوائر، شاكرا الفريق الصحي على كل جهد يبذلونه لإنجاح الهيكل وإقراره وتعميده من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، منوها إلى أن إقرار الهيكل سينظم العملية الإدارية وسيسهم في تحقيق الاستقرار الإداري وعدم التداخل في المهام. كما استعرض اللقاء العديد من التجارب السابقة لإعداد الهياكل التنظيمية ليتم الاتفاق على هيكل تنظيمي موحد للرفع به للمعنيين لإقراره واعتماده. اختتمت بمديرية الديسة الشرقية أعمال وأنشطة الورشة التدريبية لتحديد الاحتياجات الأولية للجوانب الخدمية والتنموية لمديرية الديسة الشرقية. واستهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة من مختلف أطياف المجتمع من شخصيات اجتماعية ومكاتب تنفيذية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع المرأة، حيث تم تحديد 25 احتياج للمديرية بحاجة لصياغتها وترجمتها لمشاريع على الواقع في المستقبل القريب. وفي مدينة غيل بوزير وبالتحديد في ساحل مدينة شحير تحت شعار سلامتك تهمنا، يواصل ملتقى شباب صابر التطوعي بمدينة شحير تنفيذ الفعاليات والنشاطات المختلفة ضمن مهرجان البلدة السياحي لهذا العام بحضور الشخصيات الاجتماعية والأهالي وزوار ساحل المدينة. حملة سلامتك تهمنا
تتضمن إرشاد وحماية مرتادي البحر من أخطار الغرق وتوفير خيمة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة عند الضرورة، وكذا تنفيذ بطولة رياضية بساحل مدينة شحير في كرة القدم الشاطئية لفرق مديرية غيل باوزير، بالإضافة إلى دورة تدريبية في الإسعافات الأولية. كما تتضمن المناشط تنفيذ برنامج ومسابقات للأطفال وإفساح المجال للشباب لإبراز مواهبهم في التصوير. وأشاد أهالي مدينة شحير بهذه المناشط التي شكلت متنفسا لأهالي المدينة وزوارها، شاكرين جهود ملتقى شباب صابر التطوعي. وختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس جامعة حضرموت يتفقد سير اختبارات المفاضلة بكلية الأدب. اختتام اختبارات الشهادة الثانوية بنجاح ونسبة إنجاز عالية في تصحيح دفاتر الإجابات. لقاء موسع بالمكلا لمناقشة الهيكل التنظيمي لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. اختتام ورشة عمل لتحديد الاحتياجات الأولوية لمديرية الجيزة الشرقية. فعاليات مختلفة تشهدها مدينة شحير احتفاء بمهرجان البلدة السياحي. وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت. إلى الملتقى، في أمان الله.